أرحب بك نبيلة، مسي عليك، شاكر لك إنت حتى الفرصة، أعطيك ألف عافية. حياكم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أنا أشكركم على أنتم أتحتوا لي دي الفرصة في ذا اللقاء الجميل، في ذا الصرح التعليمي، منبر من منابر العلم، يعني حيث أنه يجتمع فيه العلم مع النشاط ومع الترويح مع الثقافة، وحنبين للمجتمع أنه الطالب مو بس جاي يدرس، بالعكس هي منبع تربوي، ففي حتى النشاط الترويحي والنشاط التثقيفي، وهذه البطولات دليل على أنه هناك في منافسات. ولو نرى أنه اليوم أصلا الفريق من منطقة الليث تبعد 200 كيلو، مع ذلك يعني حاب يشارك زملائه في منطقة مكة المكرمة الأنشطة في كل الألعاب، في الطائرة واختراق الضاحية ومنها كرة القدم. حقيقة شيء يسعدنا كأبنائنا، يعني نحتوين في منشآت جميلة في هذه الفئة. جميل جدا كابتن نبيل، كرة القدم هي الركيزة الأساسية على مستوى الأنشطة الرياضية، أنت كمشرف عام على مستوى النشاط الرياضي أو على مستوى كرة القدم، كيف شايف إقبال الطلبة على هذا النشاط، نشاط كرة القدم، كيف شايف تعاملهم، كيف شايف ثقافتهم من خلال كرة القدم؟ نعم، أنت عارف أن في المملكة العربية السعودية يمكن تعتبر اللعبة الأولى، فلا يكاد يخلو يعني حي أو حارة أو من الأحياء الجديدة من ملعب، حتى لو كان رملي أو ملعب صناعي الآن ويؤجر. جميل. فما بالك في طلاب الجامعة اللي فيها 50,000 طالب الآن متنوعة إضافة للأقسام، فهي لعبة شعبية أولى فهي محببة للكل، لذلك في منافساتها دائما تشتد الصراعات على التحكيم والاحتجاجات وكذا. أنا فخور يعني بعدد الكليات المشاركة في الدوري الممتاز، الدوري الدرجة الأولى والأيضا في الكاس يعني، وإضافة إلى الكليتين قلت لك تبعد 200 كيلو ليث وفرع الكلية في القنفذة بعد 400 كيلو، ومع ذلك بيشاركوا تحديدا في كرة القدم. هم الآن أخذوا البطولتين، القنفذة حاز على الدوري الدرجة الأولى، والليث الآن يبدو متقدم النتيجة حيحوز على بطولة الكاس. جميل جدا كابتن نبيل، سعادة كثيرة بتواجدك معنا، شاكرين لك تحت الفرصة. لكن نقطة أخيرة وتوضيح أخير، كيف شايف طرحكم للأفكار وللأنشطة، وكيف شايف تعاملها من قبل الجهات المختصة، سواء من معالي مدير الجامعة أو من عميد شؤون الطلبة أو من هذه الجهات المختصة؟ والله شوف، في الآونة الأخيرة الآن صار لنا اتحاد رياضي للجامعات بالأمانة، وبينفقوا فيه بسخاء، كل جامعة بتشارك في كل أنواع الألعاب، يعني حتى بعض الألعاب اللي ما ممتلكة زي الفروسية زي الجولف، فبيأخذوا من عندنا طلاب في لعبة قريبة منها وبيروحوا يدربوهم وبيدخلوهم بطولة لعلهم يواصلوا. فلذلك الآن يعني وجهة نظر المسؤولين إلى رياضة نظرة أعم وأشمل من كرة القدم، بس في كل الألعاب الجماعية والفردية، وهذا الشيء طبعا يساعدنا نحن كإدارة تشرف على الأنشطة الرياضية في الجامعة، إنه بيدعمونا طبعا بالعهد المالية، وبيدعمونا حتى بالوقت والانتدابات وخارج الدوام على أساس نسهر على هذه البطولات ونسهر لاستقطاب هذه الطلاب وإشراكهم في المجتمع ودمجهم في الألعاب والترويحية تعود عليهم بالنفع الصحي واللياقي والبدني. جميل جدا كابتن نبيل الشماع، سعادة كثيرة متواجدك معنا، شاكرين لك تحت الفرصة، مستغلا هذه الوقفة أترك لك المجال لتنهي اللقاء. شكرا لكم جزيلا، يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأنتم يعني الآن من الرواد في تغطية هذه الحفلات داخل الجامعة. أشكركم على حضوركم وتفاعلكم، وأسأل الله لكم أن ينفع بكم وبما تقدمونه من مادة وبرامج هادفة إن شاء الله، ويجعلها في ميزان حسناتكم.